أسعد الله أوقاتكم مشاهدي دجلة أينما كنتم، حلقة جديدة من على المكشوف. يمكن لو نسأل أي عراقي عن حلمه اللي يسعى إلى تحقيقه راح يكون الجواب هو سكن لائق له ولعائلته. حلم السكن هو حلم عراقي بامتياز، أمنية بعيدة المنال عن شرائح هواية بمجتمعنا. مثلا في بغداد أغلبنا يا أما قاعدين إيجار لو عايشين بوحدات سكنية صغيرة تصل إلى 50 متر وبأطراف العاصمة، لأن الأسعار هناك رخيصة. ممكن تحصل لك قطعة وتبنيها بعد ما تلم كل اللي عندك وتدخل بسلف لو تاخذ قرض أو حتى تداين. أما اللي أهله كانوا موظفين سابقا وحصلوا من الدولة على قطع أراضي مساحتها شوية كبيرة يعني ورثوها أو ورثوها عن أهلهم، فهذولا يعتبرون من فئة المحظوظين، لأن هاي الشريحة عندهم مساحة تحرك واسعة بما يخص حلمهم في السكن. طبعا الدولة تعترف بأنه هنالك أكثر من 4000 عشوائية بالعراق أو سكن عشوائي بالعراق يسكن بها بحدود 5 مليون نسمة. ونفس هالدولة تأكد بأنه العراق محتاج لمئات الآلاف من الوحدات السكنية لإنهاء مشهد العشوائيات والقضاء على فجوة السكن أو الفجوة الكبيرة بقطاع السكن، أو خصوصا ببغداد اللي تشير الإحصائيات بأنه محتاجة لأكثر من 200,000 وحدة سكنية. هنا نتساءل لعد هاي العمارات السكنية الفارهة الحلوة اللي إذا تنبني بمناطق مهمة بغداد ما راح تحل أزمة السكن؟ الجواب شلون تنحل الأزمة وهاي الشقق بحد ذاتها هي أزمة؟ شلون نحل أزمة سكن لناس محدودي الدخل بإنشاء مجمعات سكنية يعني تبلغ بها سعر الشقة أو الوحدة السكنية أكثر من 600 مليون؟ أكثر على الرغم من أنه الدولة منحت الأرض يمكن بشكل مجاني للمستثمر ووفرت له جميع الخدمات وبأسعار زهيدة، زين ليش توصل الوحدات السكنية بهاي المجمعات اللي هي أسعار يعني؟ العلم عند عالم الغيب وحده والمسيطرين على هذا القطاع. كان هناك أكو شوية أمل يمكن بأن تنتهي أزمة السكن خصوصا بمشروع بسمايا، وحدات سكنية بها مقومات حياة كريمة وبسعر حتى مقبول يعني ربما لشريحة من الناس، لكن هذا المشروع اللي كان مفترض أنه ينتهي بالكامل قبل عام من الآن ما يزال متلكئ ولم ينجز منه فقط 20% من عدد الوحدات السكنية. زين ليش؟ وليش هذا المشروع يتلكئ اللي هو خاص ب يعني محدودي الدخل؟ بالمقابل المجمعات الاستثمارية الأخرى تنجز بسرعة الصاروخ. لو نحسب كم مجمع سكني استثماري تم بناءه بنفس الفترة الزمنية واللي تلكأ بها مشروع بسمايا راح نلقيها بالمئات. طيب ليش الموضوع يتعقد من نحكي على الناس الفقراء وذوي الدخل المحدود؟ ليش يصير سهل وسريع من يخص شريحة الميسورين عموما الفجوة اللي موجودة بقطاع السكن تؤشر لوجود أزمة حقيقية إذا ما تم إنهائها بأسرع وقت؟ فراح يوصل بينا الحال لانقسام طبقي خطير قد حتى يتسبب بمشاكل اجتماعية. نقول هذا التحذير وإحنا بنشوف بوادر ملموسة لهذا الانقسام، وبوقتها بعد ما يفيد الندم.